اختطاف. إذن وعملية التحقيق ما زالت متواصلة من طرف مصالح الأمنية للبحث عن الأسباب الحقيقية لوفاتها وكيفية وفاتها أيضا. إذن اليوم إذن نشهد تشييع جثمان الراحلة والفقيدة والطفلة الصغيرة والبرعمة، كل الأسامي تستحق أن نسمي بها الزهرة والوردة نهال، التي تنتقل الأخير، وهذا عقب العثور على أشلاء من جسمها في تيزي وزو. إذن خروج مصالح سيارة الحماية المدنية متجهة نحو مقبرة عين البيضاء بولاية وهران. إذن حتى المصالح الأمنية هي هناك من أجل التنظيم المحكم لظروف الجنازة كما قلنا. إذا نستمع لجموع والغفير للمواطنين يهتفون بكلمات وهذا على مستوى كل الطريق، أي من بيت الطفلة نهال بحي الكمين بولاية وهران إلى غاية مقبرة دار البيضاء أو عين البيضاء. نعم. إذن وتشييع جثمان الراحلة نهال إلى في وهران بمقبرة عين البيضاء جاء نزولا عند رغبة والدتها. إذن كما نستمع في هذه الصور الحية والمباشرة الذي ينقلها لكم تلفزيون النهار مباشرة من مقر سكنى الطفلة نهال، أين نستمع جموع الغفير يطالب بإقرار عقوبة الإعدام. نلاحظ في هذه الصور المباشرة الكل يشارك في تشييع جثمان الضحية طفلة نهال، شبان، شيوخ، كهول، وحتى الأطفال الصغار أصدقاء الطفلة نهال هم أيضا يشاركون في تشييع جثمان الطفلة نهال. إذن هذه الصور المباشرة هي أصدق من أي تعبير للتضامن الشعبي الكبير مع الطفلة الضحية نهال التي أصبحت قضيتها قضية رأي عام. هي صور المباشرة التي تأتينا من حي الكمين من ولاية وهران. إذن هؤلاء الجموع جاءوا لمساندة والوقوف مع المصاب الجلل لعائلة سي محمد الذين فقدوا طفلتهم وملاكهم وفلدة كبدهم الطفلة نهال سي محمد ذات 4 سنوات والتي
كانت في حضرت حفلة في منزل جدها بتيزي وزو، والتي اختفيت في تاريخ 21 جويلية الماضي، وهذا بقرية آت علي بولاية تيزي وزو. إذن حتى النساء أيضا يشاركون في تشييع هذه الجنازة الطفلة رحيلة، وهذا على مسافة الطريق من بيت الطفلة نهال بحي الكمين باتجاه مقبرة عين البيضاء بولاية وهران. شعبية لجمع كبير وحشد كبير من المواطنين الذين توافدوا من كل ولايات الوطن، وهذا تضامنا مع قضية الطفلة الملاك نهال سموحان ذات الأربع سنوات، وسط مطالب شعبية بإقرار عقوبة الإعدام.